تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي سن القوانين وإصدار القرارات التي من شأنها التضييق على الأسرى الفلسطينيين، ومن ذلك إصدار تعديل جديد على قانون الإفراج الإداري من السجون بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين. وفقا للتعديل، فإن الأسرى الفلسطينيين لن يطلق سراحهم إداريا من سجون الاحتلال بعد الآن، كما كان في السابق يطلق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب المحكوميات الخفيفة بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن. أرحب بمدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري معي من الخليل. أستاذ عبد الله، أهلا بك في حقوق الناس. كيف تنظرون لهذا القرار الجديد، ومن هم الأسرى فعلا الذين يستهدفهم في الدرجة الأولى؟ أعيد سؤالي مرة أخرى سيد عبد الله الزغاري مدير عام نادي الأسير الفلسطيني. سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت تعديلا قد يؤدي إلى إلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن حزمة قوانين تصدرها سلطات الاحتلال للتضييق على الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها. التعديل الجديد على قانون الإفراج الإداري عن السجناء هو بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، وما يعني أن الأسرى لن يطلق سراحهم بعد الآن، وخاصة الأسرى الإداريين. أستاذ عبد الله الزغاري مدير عام نادي الأسير الفلسطيني مرة أخرى أهلا بك. هذا التعديل الجديد هل يعني بأن الأسرى الإداريين لن يطلق سراحهم بعد الآن؟ يعني أولا هذا التعديل هو ليس يتعلق مباشرة في المعتقلين الإداريين والذين يتعرضون إلى سياسة الاعتقال دون تهمة ودون محاكمة وفي مخالفة واضحة لكل المواثيق والقوانين الدولية. ما يتعلق في هذا القانون والذي يأتي ضمن سلسلة متواصلة من القرارات والقوانين العسكرية التي اتخذت منذ تسلم هذه الحكومة الإرهابية المتطرفة زمام الأمور، والتي كانت منذ ما قبل تسلمها والمدعو بن غفير يهدد ويضع قضية الأسرى نصب أعينه في محاولة الانقضاض على كل حقوق المعتقلين ومحاولة إعادة الحياة الاعتقالية إلى بدايات عهد هذا الاحتلال. الأمر يتعلق في أن السجون مكتظة، وفي كل الفترات التي كانت تكون السجون مكتظة هناك ضمن ما يسمى بالقانون الإسرائيلي الإفراج المبكر عن الأسرى الذين أنهوا ثلثي المدة بعد أن يخضعوا إلى محاكمة أخرى ضمن المحاكمات العسكرية، وهذه المحكمة تكرر في كثير من الأحيان عدم إطلاق سراح الأسرى، ولكن نصيب المعتقلين أو بعض المعتقلين يكون بأن يتم إطلاق سراحهم حيث يكونوا قد أنهوا أكثر من ثلثي مدة حكمهم داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي. وفي وسيلة أخرى عندما يكون هناك اكتظاظ داخل السجون يتم إطلاق سراح بعض المعتقلين من أجل التخفيف من حالة الازدحام داخل السجون، وبالتالي إعادة النظر في مثل هذه القوانين ومحاولة فرضها على قاعدة عدم إطلاق سراح الأسرى مبكرا حتى فيما يتعلق في قضية الأسرى المرضى. يعني أستاذ عبد الله الآن تم إلغاء ذلك، يعني حتى مع الاكتظاظ لن يطلق على أصحاب المحكوميات الخفيفة؟ نعم، حسب القانون الذي تحدثوا عنه خلال الأيام الماضية بأنه لن يتم الإفراج عن الأسرى ضمن الإفراج المبكر، سواء كانوا أسرى محكومين أو إداريين أو حتى من ذوي الأمراض المزمنة والذين يتعرضون إلى سياسة القتل الطبي كما يحدث حاليا مع الأسير وليد دقة، الذي رفضت كل المحاكم العسكرية الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة كل الجهود القانونية التي بذلت من أجل الإفراج عنه، بالرغم من أن التقارير الطبية كانت تؤكد بأنه في وضع صحي خطير وأنه بحاجة لأن يكون في مشافي متخصصة لحتى تراعى في ذلك العناية الطبية الحثيثة. وهل هذا هو القرار الوحيد للتضييق على الأسرى؟ منظمات حقوقية تحدثت عن سلسلة قرارات أخرى يعني للتضييق على الأسرى، منها تقليل استخدام الحمامات، إغلاق المخابز، تقليل استخدام المياه للحد الأدنى. كبير من
القوانين والقرارات العسكرية التي اتخذت، وكان من ضمنها ما يسمى بقانون إعدام الأسرى والذي طرحه ما يسمى بوزير الأمن الداخلي على مستويات سياسية وقضائية إسرائيلية، بالإضافة إلى قانون سحب الجنسية من الأسرى المقدسيين وقانون محاكمة الأطفال دون سن 12 وعدم إرسالهم إلى مراكز التأهيل بل إخضاعهم إلى محاكمات عسكرية وإصدار الأحكام عليهم شأنهم شأن الأسرى الكبار، بالإضافة إلى قانون يتعلق بعدم تقديم العلاج الطبي المتعلق بالأسنان للمعتقلين الذين يعانون جراء سنوات الظلم والقهر والاعتقال وظروف الاعتقال الصعبة، كان الأسرى يخضعون إلى علاج الأسنان وهذا مسؤولية منظومة الاحتلال وإدارة مصلحة السجون. تم سحب هذا الحق الطبيعي الذي يعني يمنحه القانون الدولي للمعتقلين، بالإضافة إلى العلاج الطبي بشكل عام، بمعنى أن فاتورة العلاج الطبي أصبحت إدارة السجون ترسلها أو تقوم بخصمها من أموال الكنتين التي ترسلها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى داخل السجون أو على حساب الأهل. وبالتالي هذه قوانين عديدة اتخذت من قبل منظومة الاحتلال في سياسة من خلال سياسة التضييق على المعتقلين والهجوم عليهم. هناك حرب شرسة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين، ونرى الأسرى في كل مرحلة يستعدون ويتهيئون لمواجهة هذه القوانين وهذه السياسات ووسائل القمع داخل السجون من خلال الوحدة والتلاحم والتماسك ومن خلال خطواتهم النضالية المختلفة والتي تبدأ بإرجاع وجبات الطعام، بالتمرد على قوانين السجن، بالاعتصام داخل ساحات السجون، إلى أن يتم الإعلان عن إضراب مفتوح للطعام. وفي كل الفترات الماضية التي كان الأسرى يهدد بأنهم سيخوضون إضرابا عن الطعام، في ليلة الإضراب تأتي إدارة السجون وتوعدهم بأنها ستتراجع عن مجمل هذه الإجراءات القمعية، وبالفعل يتم التراجع لفترة من الزمن ثم تعود مرة أخرى. لذلك له لا يوجد هناك أي عهد وأي وعود أخلاقية أو إنسانية أو قانونية يمكن الالتزام بها من قبل منظومة الاحتلال التي تسعى إلى تجريد المعتقلين من كل محتواهم الوطني والنضالي، وتسعى بشكل دائم إلى الاستفراد بهم والتنكيل بهم. شكرا جزيلا لك. مدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري كنت معي من الخليل.